جزاكم الله خيرا. أرجو من فضيلة الشيخ أن يوضح لي بالتفصيل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم معلومة من الأحاديث الصحيحة، وهي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة كبر ورفع يديه مع تكبيرة الإحرام، ثم وضع يديه على صدره، ثم استفتح فيقول سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، تعالى جدك، ولا إله غيرك، ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يسمي فيقول بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا استفتح بغير هذا المذكور من أنواع ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم فذلك جائز، والاستفتاح سنة ليس بواجب، وكذلك البسملة والتعوذ سنتان. ثم يقرأ الفاتحة عليه الصلاة والسلام وهي ركن من أركان الصلاة، ثم يقرأ بعدها ما تيسر من القرآن في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء وفي ركعتي الفجر، ويكون في هذه الصلوات تكون القراءة جهرا، سورة الفاتحة وما بعدها مما تيسر من القرآن. وفي النهار تكون القراءة سرا، صلاة الظهر، صلاة العصر تكون قراءته صلى الله عليه وسلم سرا، وقد يجهر في بعض الآيات أحيانا. وكذلك يقرأ بعد الفاتحة في صلاة الظهر وفي صلاة العصر، وكان صلى الله عليه وسلم يطول الركعة الأولى أطول من الثانية، وفي آخر الصلاة الركعتين الأخيرتين من الرباعية أو في الركعة الثالثة من المغرب يقتصر على قراءة الفاتحة على المشهور عند أهل العلم، يقتصر على قراءة الفاتحة، ثم يكبر ويركع عليه الصلاة والسلام، يحني ظهره ويضع يديه على ركبتيه ملقما كل يد ركبة، ويفرج بين أصابعها، ويحصر ظهره عليه الصلاة والسلام، ويساويه برأسه، يكون رأسه حيال ظهره، يساويه برأسه، يكون رأسه حيال ظهره، لا يصوبه ولا يخفضه، ثم يقول سبحان ربي العظيم، ويكرر ذلك 3 مرات أو أكثر، ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمد، ثم يقف معتدلا ويقول ربنا اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخر الدعاء، ثم ينحط ساجدا على الأرض فيضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه وأنفه على الأرض ساجدا عليه الصلاة والسلام، ويسجد على 7 أعضاء، الوجه والأنف واليدان والركبتان وأطراف القدمين، ويقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات وأكثر، ويدعو في الركوع والسجود مع التسبيح، ثم يرفع رأسه قائلا الله أكبر، ثم يجلس بين السجدتين ويضع يديه على فخذيه عليه الصلاة والسلام، ويقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، وما ورد من الدعاء في ذلك، ثم يسجد الثانية كالأولى، ويكمل صلاته على هذا النمط. فإذا صلى ركعتين، فإن كان في رباعية أو في ثلاثية كالمغرب، فإنه يجلس للتشهد الأول، ثم ينهض ويأتي بما بقي من صلاته بالفاتحة فقط، ثم يجلس للتشهد الأخير، فيأتي للتشهد الأول ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعده، ثم يدعو بما تيسر، وكان يحث على الدعاء في التشهد الأخير بعد ما يأتي بالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، ويسلم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله، ويلتفت برأسه عليه الصلاة والسلام ويبالغ في تسليمة الثانية التي عن يساره حتى يرى بياض خده صلى الله عليه وسلم، ثم يثبت جالسا قليلا متوجها إلى القبلة بعد السلام، ويستغفر الله ويقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله, استغفر الله 3 مرات، ثم يقول اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف بوجهه الكريم إلى أصحابه ويستقبلهم بوجهه، ثم